أهلا بيكم. النهاردة هنكمل مع بعض درس من دروس الجبرا، هنتعرف على السبستيتيوشن وازاي نعمل سيمبليفاي للإكسبريشن. عندي في السبستيتيوشن هنعمل سبستيتيوت للفاريبلز بنمبرز. عندي إكزامبل هنا، given that a equal 2 and b equal 8 evaluate. evaluate هنا معناها to find the value، يعني هات ال value بتاعت المسألة هنا قدامنا a b. ال a b هنا عشان نحلها هنرجعها لأصلها تاني، هي أساسا عبارة عن a times b، يعني equal ال a equal 2، يعني هنستبدلها بال 2 times b. ال b هنا ب 8، 2 times 8 equal 16. يبقى هنا المسألة بسيطة جدا، بنستبدل أو بنعمل substitute لل variables اللي عندنا ال a b، هنستبدله بال value اللي هو مدهنا في المسألة. عندي 3 b minus 2 a، برضو بسيطة جدا، هنرجع المسألة لأصلها تاني اللي هي عبارة عن 3 times b minus 2 a، 2 times a equal 3 times ال b هنا ال value بتاعتها 8 minus 2a 2 times ال a هنا ب 2 equal 3 times 8 24 minus 2 times 2 4 equal 20. طيب نشوف المسألة اللي بعد كده، يلا نحل مع بعض. أيوة، المفروض عن أول حاجة هنعملها هنرجع المسألة تاني، نخليها نحط الساين اللي هي المالتبلاي ساين 2 times a times a plus b. بعدين بعد كده بنعمل substitute للفاليو للفاريبلز بالفاليو بتاعتنا 2 times ال a ب 2 times ال a هنا 2 plus 8 equal. طبعا عندي هنا حسب البيد ماس ببدأ بالانسايد براكت، يعني 2 times 8 10 multiply 4 equal 40. طيب خلاص، يبقى دي طبعا موضوع substitution موضوع بسيط وسهل، عرفنا ازاي بنعمل substitute للvariables بالnumbers. هنعمل بعد كده simplify للإكسبريشن، بس قبل ما نعمل simplify للإكسبريشن هنحاول نتكلم عن terms الأول. terms ده عبارة عن parts of an algebraic expression، يعني بيبقى عندي في expression، ممكن يبقى في expression بيبقى في one term زي ال AB مثلا. ال AB يعتبر one term. عندي برضو example تاني زي ال a over b، اهوت ال a over b. عندي برضو 2x. دول كده example لل expression اللي هو بيتكون من one term. طيب ملاحظين طبعا في ال one term هنا ان ال multiply with division بيعمل one term، لكن في ال minus في ال subtraction وفي ال addition يعني a plus b كده 2 term. يعني ال addition وال subtraction بيعملوا لنا اكتر من term، لكن ال multiply بتبقى 1 term. يبقى في example تاني ممكن x minus 2y، ده برضو example تاني لل two terms. ده expression بيتكون من two terms اللي هو ال x و two و negative two y. عندي برضو expression ممكن يبقى فيه three terms زي two كده term، عندي three a over b كده term minus a b over c كده، يبقى عندنا three terms. طيب ايه هو like terms؟ like term هو same variables. variables يعني ممكن يكون letter
same letter or same power. ناخد example كده نشوف. يعني مثلا 2A و 4A. الليتر هنا A واحد, الليتر واحد يعني same letter, أو الفاريبل variables هنا واحد, فيبقى ده اسمه like term. أنا مش ببص لل number, أنا ببص لل letter بس. عندي example تاني زي 3x y squared و negative x y squared. هنيجي نبص مع بعض على اللتر, هنلاقي letters x هنا x وهنا x, هنا y squared هنا y squared, يبقى ده like terms. عندي برضو ال x y و ال y x, ده like term. طيب هل ال x y و ال x y squared like term؟ لا. ليه لا؟ لأنه هنا الباور مختلف, هنا ال y squared هنا الباور مختلف, فده يعتبر unlike term. خلاص عرفنا ال like term terms. هنا هناخد بقى, هنعمل simplify لل expression by adding and subtracting like terms. يعني ال adding وال subtracting مش بيحصلوا غير بين ال like terms. يعني لما بيجيلي مسألة زي اللي قدامي دلوقتي دي, هبدأ أبص على ال like term وأعمل plus. يعني هنا طبعا المسألة الأولى دي كلهم like term, كلهم إيه, 4 plus 2 plus 2 equal 8 إيه. عندي هنا برضو هحدد الأول ال like terms, عندي ال 4A وال 3A دول like terms, يبقى هعمل 4 plus 3 equal 7A plus 6B, يبقى 7A plus 6B هو عبارة عن ال simplest form للمسألة اللي قدامي, ال expression اللي قدامي. expression اللي بعد كده أو المسألة اللي بعد كده عندي 5x, هحدد ال like term, عندي هنا 5x وعندي هنا 7x, negative 7x, تبقى ده equal ال 5x minus 7x, تبقى negative 2x plus 2y. يبقى ده simplest form بتاع الاكسبريشن, المسألة بتاعتنا. طيب ناخد تاني مسألة تانية, فكروا فيها معايا. أول حاجة هنعملها ايه؟ أيوة برافو, هنبقى نحدد الأول ال like term. عندي هنا 2b, 2b تعتبر مع ال negative 7b يعتبر like term, والQ مع الQ like term. يعني نبدأ نعمل plus و minus. 2b minus 7b هتبقى negative 5b, negative 5b plus 5 plus 3 equal 8, 8q. ده برضو simplest form للمسألة اللي قدامنا, expression اللي قدامنا. طيب المسألة اللي بعد كده, المسألة اللي بعد كده عندي مسألة 3t, ادي كده عندي 3t وعندي هنا 10t, كده ده like term. نبدأ نحل, 3 plus 10 equal 13t. هنا negative 2y, negative y هتبقى negative 3y. هنا ال 12 طبعا هتتحط زي ما هي. يبقى انا عندي كده, ده كده وصلت انا للسيمبلست فورم بتاعت الاكسبريشن اللي قدامنا ده. شفنا حددنا الاول فين ال like terms, بعدين بدأنا نعمل plus و minus. الاخر مسألة قدامنا هنحدد برضو, يلا نبدأ مع بعض. ايوه برافو, هنبدأ نحدد 2a b, وهنا في a b يعني ده كده like term. طيب في هنا like term تاني؟ مفيش, فيش غير a squared هنا و a b squared, طبعا ده مش like term. طيب هتبقى equal 2b 2ab minus ab, تبقى ab plus 3a
squared plus 3ab squared 3ab squared. يبقى كده قدرنا نوصل برضو للسيمبلست فورم بتاعت الاكسبريشن اللي قدامنا، عملنا ادينج وسبتراكتنج للاكسبريشن الموجود قدامنا. بكده نكون خلصنا درس النهارده، عرفنا يعني ايه سبستيتيوشن، عرفنا يعني ايه تيرمز واللايك تيرمز والسمبليفاي، عرفنا نقدر نعمل ازاي سمبليفاي الاكسبريشن باي ادينج اند سبتراكتنج. وكده خلاص انتهينا من الدرس النهارده، اشكركم وانتظروا درس جديد من دروس الجبر.